خلينا نبتدي بأهم الأخبار اللي معانا النهاردة، وأبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية لمحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، وتأكيد سيادته على دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كمان امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين وزيادة حجم التجارة والاستثمار. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق اللي بيزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. وأكد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي بحضور عدد كبير من الوزراء من الجانبين وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، مع العمل على تفعيل أنشطة مجلس رجال الأعمال المصري العراقي اللي بيتم التعويل عليه في زيادة حجم التجارة والاستثمار. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق توقيع 11 وثيقة تعاون بين البلدين عقب انتهاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اللي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك إن زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر تأتي في توقيت مهم استموج المنطقة والعالم بتطورات متلاحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعاً أن نكثف من جهود العمل المشترك وأن نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من إمكانيات. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، حيث تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء بجودة عالية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات فعندنا مثلا محافظة الغربية تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبربي بتكلفة 1.62 مليار جنيه. في الشرقية مديرية الزراعة بتستهدف زراعة 18,000 فدان من محصول دوار الشمس، وده لزيادة الإنتاج من الزيوت. أما بقى لو رحنا سوهاج هنشوف إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية العساكرة في سوهاج ضمن مشروعات حياة كريمة. أما شمال سيناء تم فيها تنفيذ 22 عمارة سكنية بأحياء مدينة العريش. خلينا نتابع التفاصيل أكثر. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من جنوب سيناء اللي أعلنت عن تخفيض مديونيات الكهرباء ورسوم استغلال الشواطئ بنسبة 10% للكهرباء و25% مقابل استغلال الشواطئ في حالة السداد الفوري. في الغربية تم تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسيبر باي والمقام على مساحة 6400 متر مربع بإجمالي تكلفة 1.62 مليار جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة. في الشرقية أكدت مديرية الزراعة أنها تسعى لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس، وده بهدف إنتاج الزيوت داخل مصر والتقليل من فاتورة الاستيراد، وبتستهدف المديرية زراعة هذا العام 18,000 فدان من دوار الشمس.
في الفيوم أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم بيع وتركيب 84110 قطعة موفرة لمياه الشرب، وده في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ومختلف الجهات الحكومية وداخل مباني الشركة المختلفة. ده بالإضافة إلى ما تم بيعه للعملاء من خلال مراكز خدمة العملاء وإدارة التسويق بالشركة. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجزائر مركز جمصة، وتم توقيع الكشف على 1841 مريض وتوفير العلاج ليهم بالمجان. في سوهاج تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية العسكرة بمركز مدينة البليانة، وده بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. في شمال سيناء أعلن جهاز تعمير سيناء أنه بيجري العمل على تنفيذ 22 عمارة سكنية بأحياء مدينة العريش ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز لعام 2023 بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، وده ضمن مشروع 105 عمارة في حي المساعيد بالعريش.